أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن الحكومة تدعم شركات التدقيق والمحاسبة انطلاقا من إيمانها ونهجها بالشفافية المهنية والإفصاح وحرصها على تبني معايير المحاسبة الدولية، خاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من سمعة ومكانة كمركز مالي ومصرفي واقتصادي مهم بالمنطقة، منوها سموه إلى أن المحاسبة والتدقيق هي أحد صور الشفافية التي تحرص الحكومة على تجسيدها في معاملاتها وتعاملاتها، مثنيا سموه على دور القطاع الخاص وشركات المحاسبة في تعاونها مع الوزارات والأجهزة الحكومية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم السيد بيل توماس رئيس مجلس إدارة شركة كي بي ام جي الدولية بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لشركاء كي بي ام جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بمملكة البحرين والاحتفال بمرور 50 عاما على تواجد الشركة في المملكة. وخلال اللقاء أشاد سموه بالدور الذي تقوم به الشركة الدولية في مجال دعم الأعمال من خلال ما تقدمه من استشارات وما تصدره من تقارير اقتصادية، مرحبا سموه بانعقاد المؤتمر السنوي لشركاء كي بي ام جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مملكة البحرين، مؤكدا سموه أنه يجسد ما تتمتع به المملكة من مكانة رائدة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة، منوها سموه بأهمية هذه المؤتمرات الدولية لتحقيق مزيد من الشراكة وتبادل الخبرات في مجال المحاسبة والتدقيق المالي الذي يعد أحد المرتكزات الضرورية للدول في تقييمها لمدى سلامة خطواتها عن طريق التنمية. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تحظى به البحرين من كفاءات بحرينية في مجال المحاسبة والتدقيق المالي التي كان لها أسهامها البارز في تعزيز المركز المالي والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها البحرين كمركز مصرفي رائد في المنطقة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة كي بي ام جي الدولية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه للشركات الدولية التي تنطلق بأعمالها من البحرين، مشيدا بالجهود التي يبذلها سموه في تعزيز نمو الاقتصاد وما يليه سموه من اهتمام بتطوير البيئة الملائمة للاستثمار والمستثمرين في مملكة البحرين. وأكد أن الشركة وجدت في البحرين على مدى 50 عاما كل الدعم والمساندة الذي ساعدها في تحقيق نجاح كبير، منوها بما تتمتع به البيئة الاقتصادية في البحرين بمختلف قطاعاتها من مؤشرات تنافسية قوية.